تفضل عارف نفسك. لطفي الزلباني، ائتلاف الثوار المستقلين، المركز الاعلامي لميادين مصر التحرير. تفضل كلباني. ان موقف الحكومه التي لا تلبي مطالب القوى الثوريه والبرلمان الثوري والاراده الشعبيه والاحزاب السياسيه التي تعتبر ان موقف الحكومه مخزي، وخاصه موقف وزاره الخارجيه التي لم تتقدم حتى الان الشكوى ضد الجانب الاسرائيلي الى مجلس الامن بعدما جاء بتقرير الرقابه الدوليه ان القوات الحكومه الاسرائيليه عبرت الحدود وغلت داخل الاراضي المصريه، وانها قامت باطلاق النار داخل الاراضي المصريه بعدما اخترقت المنطقه وهي المنطقه العازله. لذلك ترى جميع القوى الثوريه الاصرار على تحقيق كافه مطالبها حفاظا على دماء شهدائنا الابرار، ونطالب طرد السفير الاسرائيلي وسحب السفير المصري وقطع العلاقات السياسيه والاقتصاديه خاصه تصدير الغاز واتفاقيه الكويز. ولذلك وذلك بسبب عدم احترام سياده الدوله والاعتداء على مواطنيها باستخدام ذخائر محظوره مدنيا وعسكريا، تجميد اتفاقيه كامب ديفيد، لان اسرائيل تخلت عن اهم بنودها وهي انهاء حاله الحرب والتطبيق الكامل لقرارات مجلس الامن الدولي رقم 242 واقامه علاقات وديه. 3. تشكيل لجنه لقبول اسماء الراغبين في عمل لجان شعبيه للتامين سيناء والدفاع عنها بجانب مشايخ وقبائل شعب سيناء العظيم حراس بوابه مصر الشرقيه. نرفض اشتراك اسرائيل في اي تحقيقات لانها لا تعترف بارتكاب هذه الجريمه الشنعاء، ويجب تسليم القتله لمحاكمتهم داخل مصر بسبب ارتكابهم هذه الجريمه على ارض مصر. 5. تشكيل لجان لتطوير وتعمير وتنميه سيناء والقضاء على الحلم الاسرائيلي القديم للتخلص من فلسطيني غزه ودفعهم الى النزوح الجماعي الى سيناء. ونؤكد للمجلس العسكري والقوات المسلحه ان جميع الشعب المصري يقف خلفهم ومعهم وامامهم يدا واحده من اجل كرامه مصر، وان ثقتنا في رجالنا ورجال قواتنا المسلحه البواسل ثقه لن تتزعزع، وان الجيش والشعب يد واحده. حفظ الله مصر، والله اكبر، وتحيا مصر عظيمه لأبنائها وجيشها وقواتها وثوارها الأبطال.